ثاني وراك يا المعلم تيجي بكتبها اجي تقرا. يا قولي حتى الغدا وراك ثاني شحال مره قال لك سير جيب الكتبه اجي تقرا. يا محمد وتنو تجيب الكتبه للدري يمشي يقرا. لا انا دعيتكم الله انت وولدك ورانا دويت معاك. واش الدري ما غاديش يقرا ولا لا؟ راه قلت لك راه يقرا ولا لا؟ لا يقريها لي كاع. فين هو هذا المسخوط هذا رشيد؟ واسمعني مزيان، انا دويت معاك مسخوط والدي ورا قلت لك انت واوجهك ماشي ديال القرايه. واسمعني مزيان، واوجهك ماشي ديال القرايه، واوجهك راه ديال الخدمه. مسخوط تريك المسخوطه اجي معايا تعال معايا. واسمعني يا مسخوط والدي، رانا دويت معاك ودويت مع امك، رانا دويت معاك، راك كمرتك ماشي ديال القرايه وراه انت ديال الخدمه. اسمع هادشي يا جبتي فلوس غادي تدخل، ما جبتيهمش غتبات برا انت وامك. ضرق عليا ما كاينش ديال الفلوس. تعرفتم على بعض حقوق الطفل، أو ما معنى حقوق الطفل.
ما معناه حقوق الطفل؟ إذا تعرفتم السنة الماضية على مجموعة من الحقوق والواجبات، الحقوق الوزيها واجبات، ما معنى حقوق الطفل؟ ومن؟ حقوق الطفل يعني حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص الذين يقبل سنهم عن 18 سنة. حسن جدا، حقوق الطفل يعني حقوق الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة، وأنتم كذلك يعني تقل أعماركم عن 18 سنة، لذلك فأنتم أطفال. إذا سنتطرق بالوثيقة الأولى، الوثيقة الأولى حول معاناة أطفال عبر العالم، من يقرأ هذه الوثيقة؟ اقرأ أنت. حسب تقرير مدير منظمة اليونيسيف يعاني ملايير الأطفال عبر العالم من عدة مشاكل. أولا، 12 مليون طفل من الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات يموتون كل سنة بسبب أمراض من ممكن الوقاية منها. ثانيا، 160 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. 250 مليون طفل من الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يشتغلون. 130 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة. إذا ما هو السن القانوني للذهاب إلى المدرسة؟ السن القانوني للذهاب إلى المدرسة هو 6 سنوات. حسن جدا، السن القانوني للذهاب إلى المدرسة هو 6 سنوات. إذا اتفاقية حقوق الطفل هي اتفاقية أصدرها من؟ من الذي أصدرها؟ أو من التي أصدرتها بالأحرى؟ أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل. حسن جدا، هيئة الأمم المتحدة هي التي أصدرت اتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر سنة 1989. إذن هذه الاتفاقية جاءت بمجموعة من الحقوق للطفل. رشيد، اذكر بعض حقوق الطفل الذي أصدرته اتفاقية حقوق الطفل. الحق في الحياة، الحق في الرعاية الصحية، الحق في اللعب والترفيه، الحق في التعليم. حسن جدا رشيد. رشيد؟ نعم ماما. اش كدير ولدي دابا اللي جاب؟ لا ولدي نوض الله يرضي عليك. عمرك ماما خليهم يلعبوا. لا ولدي، القرية ديالك هي الأولى. نوض ولدي الله يرضي عليك، نوض. أرا ولدي نشوف اش قريتو اليوم؟ قرانا اليوم المعلم واحد الدرس على الحقوق. إيه؟ قال لنا من حقكم تقرا، من حقكم التعبير. إيه؟ من حقكم الصحة، من حقكم الحضانة. تبارك الله على ولدي، تبارك الله عليك. واخا انا غادي نمشي نوجد لكم انت كون انت وباباك، الله يرضي عليك اودي وينجحك. رشيد يلا نمشيو ندرس. اعطيني اتساع.